الرئيس الكازاخي نور سلطان نازاربايف يعلن حالة طوارئ في مدينة جناوزيان غرب كازاخستان بعد مقتل 10 أشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن منذ يوم. المحتجون أضربوا عن العمل في شركة أوزيان مونايغاز المملوكة من الدولة منذ 7 أشهر لتدني أجورهم، تقول هذه الإمرأة. واندلعت أعمال شغب أثناء الاحتفالات الشعبية بمناسبة الذكرى 20 لاستقلال كازاخستان، إذ أضرم المحتجون النيران في مكتب تابع لهذه الشركة وبعض السيارات، فجوبهوا برصاص حي من قبل قوات الشرطة. ناشطون في المعارضة الكازاخية قالوا إن سلطات البلاد قامت مباشرة إثر أعمال العنف هذه بقطع جميع وسائل الاتصال وتعليق عمل جميع المواقع الإلكترونية المعارضة في البلاد، كما أشاروا إلى سقوط 70 قتيلا على الأقل وإصابة المئات خلافا لما تقوله الحكومة.